السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، وهذا أبرز ما فيها في عناوين. اختتام المرافعات المتعلقة بطعون النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها، والتصريح بالأحكام يوم الاثنين القادم. الدورة النيابية السابقة لمجلس النواب الشعب بين ما تحقق وما لم يتحقق، وعدم إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية أهم النقائص. واشنطن ترسل قوات إضافية للخليج بعد هجمات تعرضت لها منشأة نفط بالمملكة السعودية، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. الاثنين القادم سيتم التصريح بالأحكام في شأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها الأولية، بعد أن ختمت دوائر المحكمة الإدارية الاستئنافية السبت المرافعات جميعها في هذا الشأن. هذا ما أكده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، الذي بيّن أن الطعون تعلق بعضها بالتأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية وبالإشهار السياسي واحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين. الغابري أشار أيضا إلى أن جلسة المرافعات بالمحكمة الإدارية التي جرت السبت حضرها محامو هيئة الانتخابات ومحامو القائمين بالطعن عدا محامي الطرفين المشمولين بالطعون في إطار النزاع الانتخابي المتصدرين الترتيب عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. في إطار استعداده لملاحظة سير الاستحقاقين الانتخابيين القادمين الرئاسية في دورتها الثانية والتشريعية لسنة 2019، أعلن معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية برنامج مراقبة ثنائي البعد مواكبة للموعدين. استعدادا لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية في دورها الثاني، أكد معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية تخصيص 100 ملاحظ لملاحظة سير يوم الاقتراع بخمس دوائر انتخابية موزعة على كامل تراب الجمهورية، اللي هي باش تكون تونس واحد وتونس اثنين بن عروس وسوسه ومدنين، وباش يكون عندنا مراقبه الانتخابات بالخارج في بايطاليا، وباش يكون عندنا يعني تحديدا مراقبه اخرى بلندن بالمملكه المتحده، باش يكون في لندن عندنا خمسه اشخاص متنقلين من معهد، وباش يكون عندنا بايطاليا شخصين متواجدين في المراكز في القنصليه التونسيه بروما. والى جانب ملاحظه عمليه الاقتراع، اكد المعهد انه سيقوم بعمليه سبر اراء حول نسب المشاركه والنتائج الاوليه بالدوائر الانتخابية التي تم اختيارها كعين للقيام بدراسات وبحوث باعتبارها من أولويات المعهد. البحوث باش تكون إن شاء الله هي مادة أولية في إطار الشراكات مع مؤسسات بحثية، وإن شاء الله باش تكون مادة خامة تفسح المجال لكل المختصين على أساس أنه تكون لهم دراسة شافية ومعمقة للتجربة الديمقراطية في تونس من خلال السلوك الانتخابي وكذلك من خلال معنى حضور السياسيين في العملية الانتخابية هذه. عدد آخر من الملاحظين ينضاف إلى الملاحظين المعتمدين الذين تجاوز عددهم 12500 ملاحظ أجنبي ومحلي لملاحظة المسار الانتخابي. حضر السبت إلى مدينة بنزرت بشمال تونس خبراء ومشاركون من هيئات رسمية ومنظمات ومؤسسات تونسية ودولية للمشاركة في الدورة الثانية من منتدى البحر للاقتصاد الأزرق في إطار تظاهرة موسم الأزرق. المنتدى تطرق إلى مواضيع تهم مجالات الاستثمار في البحر بمنطقة المتوسط، وعرض أهم المشاريع التي تم إنجازها في إنماء الاقتصاد الأزرق في تونس. تعهد سبخة قليبيا والمرسى البنيقي القديم بقرطاج وورشة لصناعة السفن البحرية الخشبية ببنزرت، ثلاثة مشاريع تنموية تم اختيارها لتمويلها في إطار مسابقة أمواج التي ترشح لها أكثر من 70 مشروعا تم تقديمها اليوم ضمن منتدى البحر للاقتصاد الأزرق ببنزرت، منتدى اعتبره رئيسه باسكال لامي دعوة لأصحاب الأفكار الهامة للمشاركة في مجال الاقتصاد الأزرق والاستغلال المستدام والرشيد للبحر وثرواته وسواحله مع المحافظة عليه.
يعتبر منتدى الاقتصاد الأزرق تتويجا للموسم الأزرق ولمشروع أمواج باعتباره مسارا لاختيار مشاريع أفكار تريد التدخل الناجع للمحافظة على الثروة البحرية واستغلالها بطريقة مستدامة ورشيدة حتى تستعد البلاد بريقها الساحلي. وقد اخترنا 3 مشاريع سندعمها ماليا وسياسيا وإعلاميا. وتضمن المنتدى أيضا تقديم عديد المشاريع التي تم إعدادها في إطار الاستثمار وإنماء الاقتصاد الأزرق في تونس. المشاريع المبرمجة أو مشوق إنجازها واللي هي هامة جدا بالنسبة لتونس وبالنسبة لإنماء الاقتصاد التونسي، كوننا الكتلة البحرية الوطنية التونسية كما قلنا اللي هي تشمل كل القطاعات، فيها 23 عضو مؤسس ولا 23 عضو مؤسس، كل عضو مؤسس عنده اختصاص معين في تربية الأسماك، في الأكواكولتور، في البيش، في المواني التجارية، مواني الصيد البحري، المواني الترفيهية، لوتوريزم النوتيك. اليوم بادرنا بأن نعمل مشروع يعني قاعدة عالمية للذكاء الأزرق، ندرب الكفاءات، يعني نبدأ من التدريب على كل ما يخص كما قلنا مجالات الاقتصاد الأزرق اللي كنت نذكرها. ولهذا عندنا دور آخر اللي هو البحث العلمي والتطوير العلمي. ورشات متعددة أثثت أيضا المنتدى وتمحورت خاصة حول الحوكمة الإيجابية للمناطق الساحلية ومشاريع الاقتصاد الأزرق في محيط المتوسط والاقتصاد الأزرق التضامني وكيفية تطوير مستوى الكفاءات البشرية من أجل دعم التشغيل في قطاعات الاقتصاد الأزرق في دول المتوسط والاقتصاد الأزرق والقطاع السياحي. نتائج وتوصيات طبية أوصل إليها البحث العلمي في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة بخصوص نجاعة أدوية مخفضات دهنيات الدم والتدابير الصحية الغذائية للوقاية من أمراض القلب والشرايين، قدمتها الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. سيساهم هذا البحث في تقييم تكنولوجية الصحة أو ما يعبر عنه بدراسة اقتصادية الدواء والمعدات الطبية، مما يساعد على بلوغ تغطية صحية شاملة. هذا ما أكده المشاركون في هذا الملتقى. أهمية العمل أن من ناحية العملية، من ناحية الكلينيكية، عرفنا بصفة على حسب الواقع التونسي والمريض التونسي شنو الحالات اللي نجمو نستعملوا نوع الأدوية والحالات اللي ما نستعملهمش، وهذا شيء كبير، معناه شيء ديجا متقدم من الناحية العلمية. وثانيا عملنا المردودية الاقتصادية، حتى ما تعرف الأدوية، هل الأدوية كلفة لهم كلفة كبيرة، ويلزمنا احنا نعمل معادلة بين الجدوى العلاجية والجدوى الاقتصادية. مجموعة من البحوث اللي تلمت مع بعضها باش تخرج التوصيات الطبية المهمة هذه. التوصيات الطبية تهم جميع المتدخلين، المريض، تهم الكنام وليزاسيرور اللي هما ياخذوا المريض بعين الاعتبار، وتهم الأطباء اللي هما مباشرين، وتهم الأدوية، قطاع الأدوية اللي هو أدوية غالية كما تعرفوا. البحث العلمي المتعلق بأدوية تخفيض دهنيات الدم خلص أيضا إلى ضرورة اتباع تدابير غذائية صحية وممارسة الرياضة لمكافحة أمراض القلب والشرايين. وأهم حاجة اللي عندها مصير على الأمراض القلب والشرايين هي الرضاعة الطبيعية، يعني يلزم الإنسان يكون تمتع بالرضاعة الطبيعية على الأقل 6 أشهر، ثم ندخلوا له الأغذية. هيك الرضاعة الطبيعية هي عبارة على وقاية من أمراض مختلفة ومن أهمها أمراض القلب والشرايين. هذا البحث سيكون متاحا على موقع الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وسيتم بعث مذكرة لتلخيص التوصيات الرئيسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض. قانون المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بمن أين لك هذا وقانون مكافحة العنف ضد المرأة، بعض مشاريع القوانين الهامة التي صادق مجلس نواب الشعب عليها خلال دورته النيابية الأولى، قوانين لم تحجب المصادقة عليها حجم غياب عمل المجلس عن تركيز أهم الهيئات الدستورية. 332 قانونا، تلك حصيلة المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب، ولعل من أهمها قانون حق النفاذ إلى المعلومة، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون من أين لك هذا،
وقانون المجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم لدائرة المحاسبات، هذا إضافة إلى المشاريع المكرسة للحقوق والحريات ومنها قانون مناهضة التمييز العنصري وقانون مكافحة العنف ضد المرأة، فمعدل القوانين المصادق عليها سنويا ناهز 62 قانونا، غير أن هذه النسب تخفي تفاصيل أخرى. نثبت في الأرقام نقول أنه أكثر من 60% من المبادرات التشريعية هذه هي اتفاقيات قروض ولا اتفاقيات دولية، يعني ما تطلبش برشا مجهود تشريعي. كما أن مجلس نواب الشعب في دورته الأولى لم يتمكن من إرساء بقية الهيئات الدستورية باستثناء هيئة الانتخابات التي انتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 لضرورة إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية. ورينا نذكروا اللي عندنا 5 هيئات دستورية، فما واحدة بركة قاعدة تخدم واللي هي الإيزي هيئة الانتخابات، بما أنه تم الإقرار على البقاء على الإطار التشريعي متاعها القديم. الهيئات الأخرى الكل اللي هي هيئة يعني حماية حقوق الإنسان، هيئة مكافحة الفساد، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الهيكا معناها اللي باش تجي من بعد الهيكا، هيئة اللي تنظم القطاع السمعي والبصري، هذوما الكل ما تمش إرسائهم مشاريع قوانين تاعهم، يا إما مازالت ما المجلس ما صدقش عليهم، وإلا ما تمش انتخاب الأعضاء نتاعهم، وهذا يعود معناها لغياب الإرادة السياسية، يعود للغيابات نتاع النواب، يعود للعبث بالإجراءات. الفترة النيابية الأخيرة من الدورة النيابية الأولى شهدت أعلى نسبة مقترحات قوانين، حيث بلغت 86 مقترحا، كما أن عدد الجلسات العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة أو أعضائها بلغت 6 جلسات، إضافة إلى 20 جلسة حوار مع الحكومة. عربيا الآن، وفي الشأن الليبي، يتواصل الهجوم البري ضد مواقع قوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي كثيف. أعلنه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر. في المقابل قالت حكومة الوفاق الوطني إنها أحبطت محاولة تسلل قوات حفتر جنوب طرابلس التي ظلت مسرحا للمواجهات المسلحة بين الطرفين منذ شهور. متابعة لتطورات الأحداث في الخليج، تنوي واشنطن فرض مزيد من العقوبات على طهران، حيث وافق الرئيس دونالد ترامب على إرسال قوات أمريكية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، فيما حذر مسؤولون عسكريون إيرانيون من أن بلادهم مستعدة لتدمير أي دولة تشن هجمات على أراضيها. بين سياسة التهديد والوعي، تتصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشأة نفط تابعتان لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي. فضمن آخر إجراء أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير الدفاع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج بناء على طلب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أعقاب هذه الهجمات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن النشر الإضافي سيركز أساسا على الدفاع الجوي والصاروخي. إيران سارعت بالرد على هذه الخطوة، فقد حذر قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم من أن أي دولة تهاجم بلاده ستصبح ساحة المعركة الرئيسية في النزاع، مؤكدا أن طهران ستتعقب أي معتد حتى وإن شن هجوما محدودا وستسعى للقضاء عليه. يأتي ذلك غدا إعلان ترامب فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، عقوبات ندد بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم، ووصفها بأنها محاولة لحرمان المواطنين العاديين في بلاده من الحصول على الغذاء والدواء، قائلا إن الخطوة الأمريكية مؤشر على يأس واشنطن. ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على البنك للمرة الثانية تظهر فشل واشنطن في إيجاد سبل جديدة للضغط على طهران. وفي فرنسا، أطلقت الشرطة قنابل الغاز مثير الدموع وقبضت على 90 متظاهرا السبت وهي تفرق مجموعات من محتجي السترات الصفر كانوا يحاولون تنظيم مظاهرات غير مرخص لها وسط باريس.
الداخلية الفرنسية نشرت تعزيزات كبيرة من الشرطة خوفا من أن يستغل مؤيدو السترات الصفر احتجاجات مصرحا بها على تغير المناخ ونظام إصلاح أجور التقاعد الجديد لتجديد الاضطراب في ساحة الشانزليزي بالعاصمة الفرنسية. من أخبار الرياضة الآن، فاز المنتخب الوطني التونسي للاعبين المحليين لكرة القدم على المنتخب الليبي بالعاصمة الملعب الأولمبي برادس بهدف دون مقابل في إطار تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقرر إقامتها بأثيوبيا مطلع العام المقبل. فتريا عنوان الفيلم الجديد للمخرج وليد الطايع، فيلم سينمائي ناقد ساخر تم عرضه أول مرة بإحدى قاعات السينما بتونس العاصمة. ما الذي حدث يوم القمة العربية في تونس؟ ما الذي حدث في تونس خلال احتضانها للقمة العربية سنة 2000؟ سؤال أجاب عنه المخرج وليد الطايع في الفيلم السينمائي فتارية والذي يندرج في إطار الكوميديا الساخرة. فهذا العمل السينمائي بين الهوة التي كانت تفصل بين الخطاب الرسمي والحياة اليومية للمواطن. فهذا المواطن مشاغل بمشاكله اليومية واللاهث وراء لقمة عيش أصبح الحصول عليها أكثر صعوبة، وكما بينه الفيلم غير مكترث بقمم عربية أصبحت هي الداء وليست الدواء. والآن مع مفاجأة الزهرة دونس كورتوبورين. الشخصيات التي أدى بعض أدوارها جمال ميداني وعيس حراث وريم حمروني عجز البعض منها عن الحصول على موعد في قسم أمراض القلب، وتراجع حلم أخرى في إتمام مشروع ثقافي ينتهي بها الأمر في شارع فسيح تتجرع خيبات واقع أليم كما بينه الفيلم. إلى هنا تنتهي النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. اختتام المرافعات المتعلقة بطعون النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها والتصريح بالأحكام يوم الاثنين المقبل. الدورة النيابية السابقة لمجلس نواب الشعب بين ما تحقق وما لم يتحقق، وعدم إرساء المحكمة الدستورية والهيئة الدستورية أهم النقائص. واشنطن ترسل قوات إضافية للخليج بعد هجمات تعرضت لها منشأة نفط بالمملكة السعودية، وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.